حظك يا عمبوره لما نشوف الماني. ايه ده؟ طب يا جدعان من قيمة شهر عمبورة كان مديني تحدي، وبعد ما خلص التحدي اروح له في السيت اب عنده ونصوره، وده اللي هيحصل النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا جدعان دلوقتي؟ المفروض انا رحت له حلو وهو جنب اهو، بس انا من ساعه ما جيت يا جدعان وهو على الحل ده، فاهم انت؟ ولا بيتكلم ولا بينطق، وبقول له يا ابني احترام الضيف واجب، ما بيتكلمش يا جدعان. انت بقول له يا ابني طب انا جاي لك من مشوار قدرني، ما بيتكلمش، قاعد زي ما هو. سال لي يا عم صور وكل حاجه ومع بعضينا، فانا قلت له ايه يا جدعان قشطه يعني، وهو جنب اهو يعني فاهم. طب يا اسطى طب اتكلم، طب المايك معاك يعني، انت قول اي حاجه. طيب طب يا جدعان هو مرهق بس شويه، هو هيشتغل ان شاء الله في نص الفيديو، بس هو زي ما انتوا ايه شايفين كده. فبسم الله يا جدعان، بص يا ابني اتكلم يا ابني احترام الضيف واجب. ماشي يا جدعان، هو ان شاء الله كده هيتكلم في نص الفيديو صح يا زميلي؟ ولا يعني انت بقى انت اي حاجه كده. ماشي يا جدعان هنقدره اللي هو ايه معانا اهو. هو المفروض هو سعيد عشان انا موجود يعني، هو مبسوط دلوقتي عشان ايه موجود معايا. فيا جدعان بسم الله، واخويا بيسو يا جدعان احلى مسا عليه، قال لي طالما انت يا زميلي راح لحنبوره وكده يلا بينا على الباكجات. معانا باكجات ياما قوي، معانا يا جدعان 8، يلا بينا تعالى بس نجمع دول، يلا بينا على الباكجات. انت ايه رايك يا صح صاحبي في الحوار ده؟ جامد خلصان، احلى مسا عليك، انا هقدر اللي انت قلت جامد خلصان. حلو يا جدعان، فقبل ما نبدا عايز كل واحد يعني قول لهم يدوس لايك. طب يا زميلي طب يا جدعان كل واحد عشان هو بس ايه انتوا فاهمين هو تقريبا عض لسانه فما بيتكلمش، فاي واحد شاف الفيديو يا جدعان يدوس لايك ويعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان ينطق فاهم. قال انت لو دوست لايك هينطق. المهم يا جدعان نسمى الله، وايه معانا شويه باكجات حلوين قوي، حلو عنبوره حلو. فنعمل ايه بقى يا زميلي؟ خش على الامداد، معانا 76 امداد، 100 133 كلاسيك، 80 اسمه ايه ده مميز، بس معايا 119 صندوق كلاسيك. ايه رايك يا عمبوره الحوار جامد ولا انت شايف فيها صح؟ مش عارف الصراحه هو مبتسم ليه كل ده يا جدعان، يعني المفروض واحد يتكلم انت مش عارف. هو قاعد جنبي مبتسم مش مستوعب العين اللي انا رحت له، انتوا فاهمين قاعد كده يعني مليء بالسعاده. المهم يا جدعان يعني ايه بسم الله كده نبتدي اول حاجه بصناديق الامداد. حلو ايه ده، واو يا صناديق بابجي شكلها اتغير ليه كده؟ حلو قوي، معانا صناديق ياما وان شاء الله نحاول نطلع الام 4 التلج، احنا معانا صناديق ياما قوي. فنفتحه 10 بحظ عنبوره اللي قاعد جنبي، هو مبتسم دلوقتي بس ان شاء الله ينطق يعني. فنفتح 10 بحظ عنبوره وادي طلع لنا حاجه يا عم بقى، يا رب يا رب بسم الله. بحظك دول حظك بسم الله، بس انت حظك وحش هنتكلموا على الدغري، افتح حظك وحش. فنفتح 10 يا جدعان بحظ كل راجل جدع، داس لايك للفيديو ده كسر زر لايك بسم الله يا رب. هل انت متوقع يا زميلي اللي هو يطلع لنا حاجه؟ زي الفل، خليك زي ما انت كده بسم الله. ياه ماشي، نفسي اشوف في حياتي كلها صندوق يطلع عنبوره البتاع ده، ولا انت شايف يا صاحبي؟ طيب انا هقدر، انتوا فاهمين يا جدعان بقى زي ما قلت لكم هو يعني حاسس بالسعاده ان انا جيت له، فهو مش مستوعب لغايه دلوقتي، هو واقف صنم زي ما هو كده مش مستوعب. يلا بينا نكمل. الضحك يا جدعان الفيديوهات دي بتموتني ضحك بجد، بتموتني ضحك الفيديوهات دي لما باجي اعملها وربنا. الله طبعا الحاجه المؤقته. طب عز بيس اخويا صاحب الاكونت بسم الله. يا رب 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 يا رب، مفيش صايمه. طب بحظ مين دي؟ بحظ مين؟ بحظ مين؟ بحظ نفتح واحده بحظك عنبوره. ها لا انت كده انت مش نافع يا صاحبي، انت كده يعني انت صنم وما بتتكلمش وكمان حظك وحش، ده انت كده افورتها قوي يعني. طيب نفتحوا 10 دول بحظ مين؟ بحظ مين؟ بحظ كل راجل جدع اسمه احمد زي بسم الله بد يا رب بسم الله يا رب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا رب يا رب يا رب يا رب. هي هي وجايه، هي وجايه بنت اللذينه ما جاتش. طب 10 دي بحظ مين بقى؟ بحظك تاني؟ طب يا عم انا هفتح دول بحظك وزي ما تيجي تيجي قشطه. حظ عنبوره يا جدع زي ما تيجي تيجي بقى فاهم انت، يعني انت حظك مش شغال معايا بصراحه بس ها بسم الله. ها يا ابن اللعيبه نسك ودايم، مع انه ما بيتكلمش وصنم، بس يخرب بيت حظه يخرب بيت حظه البتاع ده عمري ما جات لي 10 كمان. يا جدعان يا جدعان انا مش مصدق نفسي كده، ايوه لو جبت ام 4 التلج النهارده تبقى انت جامد. يلا بينا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، معانا كام صندوق كده كمان؟ 6. بسكباتك بقى عنبوره
يلا بينا. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. شكرا. تعالى افتحوا المضمونة طلع لنا حاجة. ممكن لو فتحتها بحظك عم بطلع عليها جندري. المهم معانا ايه تاني؟ تعالى جمعنا كام صندوق كلاسيك. كام صندوق كلاسيك؟ كام صندوق كلاسيك؟ معانا 133 160 قصيمة. حلو. فنكمل يا جدعان بالبريميوم كرييت. حلو. ونحاول نجيب المسك. احنا زي ما جبنا المسك في اللواء ده نحاول نجيب ايجو. لو جبنا الميني يبقى الموضوع جامد. فنفتح 10 يا جدعان بحظ غير. بس هعمل اكونت ونودي. بسم الله. حلو. جات لنا بدعه دي بس انا كنت عايزها بسكيب. انا مش عايزها بسكيب. 10 دي بحظ عنبوره. ايه ده معانا 10 2. حلو. نفتحه 2. طب سنجل. بسم الله. بسكيب دي بسكيب كمان. وال10 الجايه بحظي من غير سكيب. حلو حلو. يلا بينا يا رب ان شاء الله في حاجه جامده هتطلع في الموضوع ده. حاجه جامده مود ان شاء الله هتطلع يا رب. بسم الله بسم الله. حلو. ايه ده عك ده بس قشطه. طب ايه بحظ مين؟ بحظ مين؟ حظ كل واحد جدع اسمه محمد بيتفرج عليا. يلا حلو يا جدعان. وعايز نفتح باسمك قول لي تحت في الكومنتات. واسامي البنات يا جدعان برضه هقول عليهم قول لي تحت في الكومنتات. عايز نفتح بايه؟ باساميكم. يلا بينا. ايوه النيد. ادي موج قطعه. نايس. حلو والله. هي عامله شبه القرد ليل بتاع دي. مش انت شايف فين الموضوع؟ والله مش عارف. حلو. نكمل زي ما احنا كده كده هيكون لنا ايه فتحه مضمونه. ايوه لو جات لنا الميني تبقى حوار جامد. حلو. نكمله زي ما احنا وباذن الله الميني يطلع. اوه الميني ب 120 صندوق. الميني ب 120 صندوق. ان شاء الله نحاول نطلعه لنا. يا الميني ب 120 صندوق يا جدعان. ايوه يا جدعان الميني ب 120 صندوق. حرام حرام. يا ريتني كنت يا ريتك يا كنت محوش اكتر. هو قال لي بصراحه اللي هو يحوش اكتر ويجيب الميني. بس يلا مش موضوع. هو ان شاء الله يحوش ونجيب الميني المره الجايه. فنفتكر 10 بحظي. ويا رب يا رب بقى حظي يشتغل ويجيب حاجه يا رب في الصناديق دي يا رب يا رب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. مفيش خالص. في ايه في ايه؟ طيب حلو. لا نسيبها دي للاخر. بحظ الواد سلامه اللي وحشني. اخويا يا جدعان اخويا اللي وحشني وربنا. يلا بينا بحظه يا رب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حاجه تلف حاجه تلف. مفيش حاجه بتلف. مفيش حاجه. ليه كده ليه كده؟ مين تاني؟ مين تاني؟ بالتاني مين تاني؟ الولا سبايدر. الولا سبايدر اخي حظه وحش قوي يا رب 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 يا رب. طيب اخر واحده دي بحظ يا جدعان. واحد بجد يعني بحبه قوي ووحشني قوي 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 ونفسي نصوره انا وهو يا جدعان. بحظ جريندو اخويا اللي بصوا نفسي نصوره فيكتور انا وهو ولا وحشني. يلا بينا يا رب. حظ جريندو لما نشوف يا رب يا رب يا رب. ها 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 يلا جريندو طلع حاجه. ماشي المضمونه دي. حظك يا عنبوره لما نشوف. الميني ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه عبط ده؟ ايه ده يا جدعان ده؟ استنوا بس. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بس العبط ده؟ نزلي دي كده. استنوا بس يا جدعان بس. ايه ده؟ فهموني بس. ايه ده؟ تعالى بس كده يا جدعان عشان انا ايه انا كده هتجنن. انا عشان انا مش عارف انا ايه العبط ده. حلو. انا مش عارف انا ايه العبط اللي بيحصل من اللعبه. ايه العبيطه دي اقسم بالله. استنوا بس كده عشان انا بدات اكره اقسم بالله اللعبه على اللي اخترع اللعبه. حلو حلو يا جدعان كده نصغره ده كده بس ايه عشان يبقوا حلوين كده. حلو عشان انا عايز افهم يا جدعان دلوقتي. انا اول مره في حياتي اشوف الباندا. انا اول مره في حياتي بجد والله اول مره في حياتي يا جدعان اشوف الباندا. انا عايز افهم يا جدعان ايه اللي حصل ده دلوقتي. انا بفتح وطلع لي الميني واخدت. تعالى كده بس يا جدعان ركزوا معايا كده. يعني انا عايز افهم يا جدعان. حلو دلوقتي انفيديا برودكاست. انا طب انا عندي مشكله. انا ما عنديش مشكله في المحاكي يا جدعان. انا لسه محمل اللعبه جديده يا جدعان ومسح المحاكي كله من الاول. حلو دي الحاجات يا جدعان انا فاتحها يا جدعان وانا بفتح مكجات يا جدعان. طب يمكن يبقى جليتش ده امتى؟ ده 10 سنين. ايه يا جدعان ده؟ يا جدعان ده اتبنت من 3 ايام كمان. يا جدعان عايز افهم دلوقتي. انا عايز افهم حاجه. حلو دلوقتي انا مسح المحاكي ده كله من الاول عشان ايه التحديث
ومنزله كله من الاول، وكان عندي ايه ساعات باخد بين 10 دقايق وساعات فاهم انت اللعبه بتعلق ومفيش موضوع. دلوقتي انا واحد فاتح بفتح باكجات باكونت ايه راجل حبيبي متابع حلو، فايه ده يا جدعان اللي بيحصل ده؟ ازاي انا اخد؟ وخلي بالكوا يا جدعان مش فوتوشوب والله، انا دلوقتي داخل باكونت قدامك اهو حلو وفاتح الدنيا قدامك اهو ومفيش موضوع. ازاي بقى؟ ازاي بقى ده متبند من 3 ايام؟ ازاي بقى يعني انا فاتح اكونت متبند؟ طيب يعني هل هو متبند وجلش فتح معايا، ولا هو اتبند ورجع 3 ايام؟ يعني هو المفروض دلوقتي طالما اتبند 10 سنين هو يجيب لي 16 11، يعني فاهم انت؟ اقدر يا عم مشكله محاكي، مشكله نت مثلا، مشكله اي حاجه. ده اتبند ازاي؟ ده اتبند ازاي يا جدعان؟ وطلع لي ميني وطلع لي سكنات انا عايز افهم يا جدعان بجد، عشان انا كده انا مش انا هتجنن يا جدعان بامانه والله، انا هتجنن يا جدعان، انا لازم اكلم الشركه يا جدعان انا في الموضوع ده. اللي هو ازاي يعني؟ اللي هو ازاي دي اعدادات ام المحاكي الزباله اهو، هادي اعدادات ام المحاكي اهو، اعدادات ام المحاكي اهي. وريني يا عم انت ايه المشكله؟ if you have detected the system has detected a violation sentence to your account has been received a penalty of ban 10 سنين if you have. ازاي يعني؟ please enter your reason for full claim information to explain. حلوه حلوه قوي. طب انت جي اف اكس تول ده؟ لا انا ما جيف جي اف اكس ده عمره ما بيبند، عمره ما بيبند، عمره 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 ما بيبند. انا الشركه دي عبيطه طب ولا ايه يا جدعان؟ طيب الشركه دي مالها يا جدعان؟ لا 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 بدات اكره اللعبه قوي يا جدعان، لازم اكلم خدمه الدعم انا. ايه يا جدعان العبط ده؟ ايه يا جدعان العبط ده؟ طب انا افتح يعني نهار اسود يعني، انا كنت فتحت الاكونت بتاعي كمان وكان ممكن اخد بان 10 سنين. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. ماشي يا جدعان احنا مسا عليكم.